بعد معارك عنيفة، قوة الجيش الوطني المدعومة بالمقاومة الشعبية تنفض غبار الميليشيا عن مديرية الغيل، أهم معاقل الإنقلابيين في محافظة الجوف شمال شرق العاصمة صنعاء. دخلنا شواك ودخلنا العبارات والعرض والعظبة والعرضي ونوبة منصر والحمد لله، ولم يصابوا الأبطال بأذى. ولأن النصر هو انتصار لحرية الإنسان أولا، وإعادة المناطق المحررة إلى كنف الدولة ثانيا، وما يستلزمه ذلك من مسؤوليات وواجبات تجاه الأهالي، فقد حرص قادة المعركة على تعليم المقاتلين قيم المقاتل النبيل للحفاظ على الوجه الأخلاقي للانتصار. لكن البيوت عرضة، النساء، القضية، أي شيء في الغيل ما حد يعسه، مفهوم الكل؟ الحر لا ينتقم، نعم، إلا من رجل الميدان، رجل مثله، نعم. أما من امرأة أو طفل أو بيت أو فراش أو أي حاجة من الأثاث، هذا الحر ما ينتقم. وتعد الغيل من أهم المناطق بالنسبة للميليشيا، حيث جعلت منها حاضنة فكريا ومركزا للدعم والتحشيد للمقاتلين منذ السيطرة عليها، وهو ما جعل من تحرير الجيش لها يمثل انتكاسة كبيرة للميليشيا في الجوف. مصادر ميدانية قالت إن قوات الجيش تجري آخر عملياتها في الغيل، حيث تقوم بتمشيط المديرية من بقايا الميليشيا ومن الألغام التي زرعتها في الطرقات، وذلك تمهيدا لمواصلة التقدم باتجاه مديرية المطمة الحدودية مع محافظة عمران، المعقل الرئيس للميليشيا.